نطلع نشوف كابتن عبد الحفيظ مع فاروق صلاح ونرجع نكمل مع حضراتكم. تحياتي ليك يا كابتن اسلام ولضيوف حضرتك وضيوف ملعب النادي الاهلي. عقب نهايه اللقاء وفوز النادي الاهلي على فريق سموحه بهدف احرزه رمضان صبحي، الاهلي يضع اول 3 نقاط في مهمته للبطوله رقم 42. معي كابتن سيد عبد الحفيظ. كابتن سيد، نقدر نقول فوز في بدايه الموسم، الاهلي تجنب عدم التوفيق اللي كان بيلازمه في الموسمين، الفوز على فريق صعب وفريق قوي هو فريق سموحه. طبعا الحمد لله. طبعا بدايه الدوري بتبقى محتاجه تركيز كويس قوي، محتاجه اهتمام كويس قوي، وخصوصا كمان ان انت طالع من مباراه السوبر اللي هي قبل 72 ساعه، يعني مش فاهمها دي، لكن في النهايه يعني حتى لو في مباراه سوبر ولا حاجه قبل كالمعتاد في كل الدول بتبقى العمليه تديني 4 أيام 5 أيام. يعني النهارده كمان بتلعب مباراه سموحه في بدايه المشوار، مباراه صعبه وانت خارج كمان من بطوله، تحاول ان انت تعمل دوافع كبيره جدا. الفتره الزمنيه ما بين مباراه السوبر ومباراه سموحه كانت قليله، فضلنا طبعا ان احنا نقعد هنا في اسكندريه، لكن الحمد لله رب العالمين اعتقد ان احنا كنا ممكن كمان نكسب، وسموحه تحت ليها فرص بس اعتقد ان معظمها من الكرات الثابته ودي كانت الخطوره عندهم يعني، لكن الحمد لله رب العالمين. كابتن سيد، عايز اكلم حضرتك على سياسه التدوير اللي بيعملها الجهاز الفني للنادي الاهلي. النهارده بتدي لجيرالدو بياخد المباراه على مدار 90 دقيقه، بنشوف في لقاء الزمالك كان اجاي بياخد ال 90 دقيقه، قبليه مروان كان بياخد لقاء كان سبورت وصلاح محسن. سياسه تدوير الاهلي بيعملها عشان يتجنب التلاحم واخطاء المواسم السابقه. طيب يعني يمكن بالتاكيد دي حاجه خاصه بالجهاز الفني وادارته للقاءات، لكن في النهايه انا طبعا زعلان جدا على اصابه مروان محسن. هي هنشوف، بنعمل له اشعه دلوقتي وطالبين الاسعاف ان هو يجي له، لان في حاجه في عظمه الوجه، يعني يا رب ما تبقاش كسر ولا حاجه، لان او تتطلب اي جراحه. اعتقد ان كان في الشوط الاول كانت ممكن العمليات يتم سيطرتها لو في انذارات من بدري، يعني في اول ثلث ساعه او ربع ساعه كان في خشونه زايده جدا عن الحد. الحاجات اللي زي كده انا مش حكم ولا ليا في الامور التحكيميه، لكن في حاجات لما بتتكرر كل 10 ثواني كل 20 ثانيه، اشتراك بعنف اشتراك بعنف اشتراك بعنف، ما بيبقاش فيها قرار، اعتقد بتوصل للحاله اللي احنا وصلنا لها بتاعت مروان محسن يعني. لكن الحمد لله على كل شيء. يمكن اكتر حاجه زعلتني النهارده هي اصابه مروان محسن يعني. كابتن سيد، على الرغم من تغير قلبي الدفاع للنادي الاهلي في اخر 3 لقاءات، لكن في ثبات للشكل الدفاعي للنادي الاهلي، في تنظيم، وده امر مهم جدا. بص، اي فرقه محترمه في الدنيا كلها واي فرقه بتلعب على بطوله الدوري بالتحديد، يعني بطوله الدوري اللي هي بتحتاج نفس طويل جدا جدا، لازم يبقى عندها الناس كلها قريبا جدا في المستوى، ما تبقاش واحد ياخد 10 من 10 وواحد ياخد 9 من 10 والتاني ياخد 4 او 5، لازم يبقى التفاوت او الاختلاف ما بين الرقمين يكون قريب جدا، يعني 8 و7 9 و8 كده يعني. فاحنا عندنا المستويات كلها قريبه، عشان كده ما بيبقاش عندك اي قلق يعني من في اي تغيير او لا قدر الله اي ظروف بتبقى خارجه عن ارادتك او مش معتدل. لكن زي ما قلت لك يعني هي دي الدوري او هو ده الدوري، نفس طويل جدا. عندنا مباراه النهارده خلصناها، هنخش في استعداد لمباراه افريقيا كان سبورت يوم السبت اللي جاي ان شاء الله الرحمن على استاد السلام كاخر ملعب جالنا في الفتره الحاليه يعني، وبعد كده هنشوف مباراه الانتاج الحربي. لكن هو الموسم كده بيتاخد مراحل بتقسمه سواء كان افريقي او محلي يعني. بشكر حضرتك، بالتوفيق ان شاء الله في المباراه القادمه. شكرا شكرا كابتن اسلام. ده كان لقاءنا مع الكابتن سيد عبد الحفيظ. استعرضنا وشفنا فوز النادي الاهلي على فريق سموحه ب3 أهداف. هنكون مستمرين مع حضرتك كابتن اسلام، كن معنا لاعب النادي الاهلي خلال اللقاءات القادمه باذن الله. شكرا جزيلا فاروق صلاح.